السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة أعرف دينك على اليوتيوب. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصص وعبرة. النهاردة قصتي بتعني الصدق والأمانة والإخلاص. في يوم من الأيام كان في أحد المديرين للشركة وكان مشغل بعض العمال وبعض الإدارات اللي معاه، وفكر في يوم ان هو خلاص كبر في السن ولازم يجيب حد تاني من المديرين اللي تحتيه يديروا رئاسة مجلس الشركة. فقعد يفكر في مين في مين، فقال لك انا مش عايز ابقى اتحامل على اولادي، كفاية اللي هم فيه وشايلهم الهم اكتر من همهم، فانا اجيب واحد كفاءة هو اللي يقدر يدير الشركة بعدين. بالفعل جمع كل المديرين اللي تحتيه وجمعهم وقال لهم ان انا عايز اسيب الادارة لحد فيكم، ولكن بشرط كل واحد هياخد البذرة ديت ويزرعها عنده لمدة سنة، ويجي لي بعد السنة أفضل زرعة وأجمل زرعة معمول موجودة هو اللي هيدير الشركة بعدية، لأن هو صبر عليها فأكيد هيصبر على إيه اجتهاده في الشركة. بالفعل كل مدير من المديرين اللي عنده خدوا البذرة ديت ويقعدوا يسقوها وما شابه ذلك، وكان في واحد منهم اسمه أحمد كل ما يسقي البذرة دي ما تطلعش منها حاجه، كل ما يسقي البذره ما فيش. حتى زوجته قالت له هتعمل ايه، امرك لله وما تكذبش على مديرك وقول له ان البذره بعد السنه ما طلعتش. بالفعل مرت السنه وجم كل بقى المديرين عمالين يتكلموا على جمال وزهوه الايه الزرعه بتاعتهم، الا احمد ده واخد جنب لان خلاص ما فيش اي امل ليه. فقال له مالك يا احمد؟ قال له والله يا سياده المدير انا البذره بتاعتي ما طلعتش اي حاجه خالص، مهما سقيتها ما طلعتش. فقال له انت اللي هتكون مدير الشركه. قال له انا؟ قال له اه، لان كل البذور اللي انا اديتها لمديريني كلها اصلا غير صح على الزراعه، وكلهم كذبوا عليا وكلهم نفقوني عشان يوصلوا للمنصب ده حتى لو بالكذب والخداع. شفت الصدق والاخلاص والوفاء وصل احمد ان هو يبقى مدير الشركه. فضل سنه ياخد بالاسباب ويسقي الحبه ديت او البذره ديت وما تطلعش، ولكن لما راح وصدق المدير بتاعه بقى هو المدير الشركه بعد كده، وهو اللي كمل مشواره ويعتبر اللي هو اغنى واحد فيهم لان هو مدير الشركه. والكذب وصله لايه؟ ولا واحد فيهم، رغم ان هم راحوا اشتروا زرعه وكلفوا نفسهم فلوس وفي الاخر طلعوا كدابين في نظر مديرهم. هو امر فادهمش، ولكن عرف ان هم بينافقوه، زي ما بيحصل دلوقتي ان انت بتلاقي في كل مصلحه سواء مدرسه مستشفى شركه وزاره اي حاجه لازم تلاقي اللي بيطبل واللي بينافق عشان يوصل للمنصب. يا ريت تكون القصه عجبتكم، ويا ريت نعرف منها او نستنبط منها ان الصدق منجاه. أشوفكم على خير إن شاء الله في قصة جديدة من برنامجكم قصص وعبرة. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ومشاركة الحلقة من باب الدال على الخير كفاعله. دمتم في رعاية الله وأمنه. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة أعرف دينك.